زينب، يمكن كثير من الناس بتقول انه انا بدي بلش حياة جديدة، بدي انسى الماضي، بدي انسى القصص البشعة اللي مرت بحياتي. كيف فينا فعلا نبلش حياتنا من جديد رغم الظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ يمكن كثير من الناس عم تتابعنا هلا وعم تقول هذا حكي، يعني صف تنظير. حكي وتنظير، بس ما فينا نكون نحن وحالنا على حال، يعني نحن مع الزمن على حالنا. لهيك لازم فعلا نبلش بخطوات لنقدر نوعا ما نتعايش مع الواقع ونبلش حياة جديدة بخطوات صحيحة وسليمة. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا أخصائية تنمية وتطوير مهارات السيدة مريم عيسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور حبيبتي. أهلا يسعد وسهلا. صباحك يا مريم. أهلا يعني وسهلا عم نحكي حبيبتي. اليوم عن موضوع كلنا مرقنا فيه، دائما في تفكير كتير وحساب زايد لأي خطوة جديدة بحياتنا، إن كان بالعمل، بالحياة الخاصة، وحتى بتغيير سلوكيات الحياة. دائما في عنا خوف من التغيير. خلينا نحكي اليوم عن سبب هذا الخوف وشو لازم الواحد يعمل حتى يتخطى عتبة الخوف مثل ما بيقول. تمام. هلا أول شيء خلينا نحكي عن سبب الخوف. أول شيء سبب الخوف، خليني أقول لك، نحن بدون أي استثناء كلياتنا عفوا بنعيش بشيء اسمه دوائر راحة، بمعنى وكل لحظه وكل يعني بيومنا نفسه بنعيش بكذا دائره من الراحه. يعني رح اجيب مثال لعبر عنه ولافهم القصه كمان، انه مو بس دائره راحه يطلق عليها دائره راحه بسبب الاعتياد، هي دائره المالوف والعاده. يعني انا متالف ومعتاد على امر ما، حتى لو كان بيسبب لي ازعاج، حتى لو كان بيسبب لي الم، لكن متعود انا معتاد عليه، فبنسميها دائره راحه، انت مرتاح فيها. فبتنامي بطريقه معينه، عندك فئة ساعة معينه، بس تبلشي تكسري هي العاده ببلش تطلعي من دائره. يعني عندي سجلت نادي، هدول بيسجلوا نادي وما بيقدروا يكملوا، الاشخاص اللي هي عاده جديده مثلا، او قرار انا بدي اخذه، او بدي اعمل ريجيم، او اي شيء من هدول القرارات، بتلاقي شخص بيتراجع عنه بسبب دائره الراحه يلي بيكون معتاد عليها. مع انه هاي الخطوات لاني غير شيء بحياتي، يعني الواحد بيلجأ لها ليغير شيء بنفسيته، ليعطي شيء نوعا ما لو شيء بسيط، بس تحسيه بيأثر على نفسيتك. هي حبيبتي بتنطلق. نحن ليش بلشنا بالاشياء البسيطه؟ لنفهم الناس انه نحن بنعيش بدوائر راحه بشكل مستمر بالسلوكيات البسيطه، يعني بيرجع لدائرته. حتى لما ناخذ قرار كثير كبير، اللي بيرجعنا عن القرار هو دائره الراحه. يعني عقلنا معتاد وجسمنا المادي معتاد على امر وروتين معين، فدائما بتلاقي هذا سبب اللي بيخلينا نخاف. لما انت ذكرتي كلمه الخوف، دائما بتلاقي مع القرار، بتقول لك كثير ناس انا لما باخذ قرار بحس بالخوف، وحتى لما بياخذ القرار وبتبلش القرار بالتجلي او بالظهور انه انا يلا اوكي هي ليك الخطوه، بحس بخوف حتى على مستوى جسمه المادي. فهو هذا بسبب خروجه عن دائره الراحه، او خروجه عن دائره المالوف، او انه انا بدي اترك شغل، او انا بدي اخذ قرار بالزواج، او بسفر، انتقال من مكان لاخر، او اي قرار كان كبير، او حتى مثل ما حكينا من شوي على مستوى النادي وتغيير الاكل، تغيير نمط الحياه، تغيير سلوك معين. بتلاقي هذا الشخص يومين ثلاثه بعدين رجع. طب شو اللي رجع؟ لا، وفي ناس شو بتقول لك مثلا، انه والله انا ما فيني انام غير على مخدتي. بالضبط. يعني تباعا لحكيك، انه مع انه يعني بتلاقيها فعلا الان، لانه هو نايم ببيته ومو على تخته ومخدته، فهي فعلا يعني هي بعض التفاصيل والعادات اللي نحن موجوده بحياتنا. تمام. بشكل يومي. هي مثل ما عم لك، نحن سبب الخوف انه نحن بنعيش من شكل دوائر راحه، دوائر راحه، دوائر راحه، بنومنا، باكلنا، بسلوكنا، بتصرفاتنا. صحيح. في استجاباتنا، بردات فعلنا، بغضبنا، بانفعالنا، كل هي الاشياء بنشكل فيها دائره راحه. انه انا مثلا حتى على سيره الغضب، انا مثلا في سلوك معين بيثير انفعال عندي، انا ما بيناسبني او ما بحبه او ما بفضله، فبلاقي دائما سلوكي تجاه هذا الفعل من اي حدا نفسه مكرر، لانه انا برتاح لما برد بهي الطريقه، او يتم التجاوب بالنسبه لي بهي الطريقه، برتاح. يعني حتى لو كان هو مؤذي لي او للناس اللي حوالي. فمثل ما حكينا، مشان نذكر، مو كلمه دائره راحه هي دائره منيح، لا. كمان مثال بيوضح، ست بتكون متزوجه مثلا ومزعوجه كثير من زواجها، او متضايقه، او في خلافات، وفي اذى جسدي ونفسي ومعنوي، بتقول لك بدي اخذ قرار الانفصال، فهذا قرار مهم. يعني بدها تاخذ هذا القرار، يمكن مو بتعد للمليون، ومو بسبب، خلينا نقول، نستبعد شوي موضوع العادات والتقاليد والحياه الاجتماعيه، لا لا لا، هي بتكون تجاوزت هاي النقاط. طب وصلت لنقطه خلص انا بدي اخذ هذا القرار، شو اللي بيرجعها؟ اللي بيرجعها المجهول، انا ماني عارفانه لوين رايحه. الخوف من بكره. فهو بعد دائره الراحه عندنا شيء اسمه دائره الذعر، انه انا خطيت هالخطوه، بعدين شوفي مثل الشخص اللي بيترك وظيفه ولسه مانه مأمن. وانا مع الاشخاص اللي بتترك حتى لو ما انا مأمنة، لانه الفرص تتاح بعد ما انت تترك المكان. صحيح. مو انت حاجز مكان. فلما بيطلع شو عملت بحالي؟
وهي سمعتها من كثير ناس انا التقيت فيهم انه انا وين رايحه، وست انفصلت واخذت هذا القرار وكانت للاسف تتعرض لاذى جسدي وبتقول لك انا بدي ارجع. فهي دائره راحه بالنسبه مثل قال بتعرفه انه ايوه مألوف، ما نحن عم نحكي دائره العاده والمألوف انا معتاده عليه مهما كان بيجيني. فهذا السبب طولنا شوي بحكي عنه انه نحن ليه بنخاف من انه ناخذ قرار يعني هيك. يمكن هي الجرأة منا مطلوبة يعني. هي أساسا بيئة ومجتمع وحياة كلياتها عم نعيشها، وهي الجرأة لأنك تاخذي هيك قرار طبعاً. بأنك تغيير يعني هي تغيير عادات بسيطة الواحد بتلاقي ما عم يقدر يقوم فيها، فكيف إذا تغيير جذري بحياتنا بشكل. لكل الناس اللي عم يتابعونا ونحن في ظرف بالبلد صعب، ظروف حياتية وأزمة، ويمكن عم أقول لك كثير من الناس هلا عم تشوفنا وعم تقول إنه هذا حكي بس مش قادر على إني أتخذ هاي الخطوة، كيف فعليا فيني فعلا هيك اخذ هذا النفس العميق واقول عن جد بدي اغير شيء بحياتي لاقدر فعلا كمل؟ شوفي اول شيء نحن بنختلف بالمتطلبات او بالاشياء اللي نحن بدنا اياها. فانا لما بدي اخذ قرار انا بعرف مصيري. اولا في شغله لازم نذكرها انه نحن في اشخاص كثير للاسف ونسبه كبيره منهم بتفكر حالها هي بتاخذ القرار، لكن في اشياء كثير بتاخذ قرار عنا. صحيح. مثل الناس اللي حواليها، مثل انه انا كلام الناس، اهلي، المجتمع، ما بيصير، عيب، والى اخره. فهي القصص كلياتها هي بتاخذ قرار بالنيابه عنا بدون شعور. فانت بتفكر انه انا طلعت بقرار. اول شيء بنتبه انه انا مين اللي عم ياخذ القرار عندي، ليش انا بدي اخذ هذا القرار، شو لوين بدي اروح فيه. يعني عدم، شوفي عدم الوضوح هو اللي بيخلي الانسان غير قادر على الاتخاذ. لما بيكون الرؤيه واضحه 100% عندي انا لوين ماشي، يعني انا هالخطوات هاي لوين بدها توديني. الوضوح يعني انا لازم اكون واضح، مثل ما حكيتي من شوي يكون جريء، يعني عندي هي الجراه. في كتاب هيك الناس تحب تعرف شو مخبي لبكره على هيك. كمان في موضوع أكيد. كتاب قريته من فتره بيقول لك افعلها على اي حال، بمعنى ان الاشياء اللي انا بخاف منها الخوف ما فينا نتجاوزه لحتى نواجهه. يعني انا بدي اترك عمل، طب اذا تركت، ومئات الحالات من الاشخاص اللي تركوا عمل، تركوا عمل لانه صلا بيقولوا لك ظروف معيشيه صعبه، مو لائمون ولا مناسبون ولا مريحون، ولقوا فرص بشكل سريع وبشكل مباشر. وفي ناس طب انا بدي اخذ، يعني انا كمان قاعد بمكان مو ملائمني وزعجني وتعبني نفسيا، انا بعد فتره من الزمن رح يصير عندي مرض وتعب وقصص، بدي اعوض اللي انا اخذته من هي الوظيفه احطه على حالي وانا عم بعالج نفسي وكذا تحت ظرف معين. احيانا احنا خلينا نروح للفئه اللي اشخاص اللي مثل ما حكيت من شوي انه هن انا ما فيني اليوم اخذ هذا القرار لانه طب اتاقلم معه. لما انا بجي بتاقلم معه وبتعايش معه حتى انتاجي بيختلف، حتى يعني يمكن مريم الحاجه الماديه يعني اليوم هي اساس دائره الراحه لكل حدا. لو مو مرتاح من شغله صار الشغل عباره عن جد وظيفه روتينيه للكل حتى يامن لو نسبه قليله من الراتب حتى يعيش عائلته او يعيش هو. صحيح. لكن خلينا اليوم نحن نبدا معك بالشيء اللي لازم نحن نحكي فيه. لما انا بدي قرر انه انا هذا المكان مو مناسبني، هاي العلاقه مو مناسبتني، هذا القرار لازم اخذه لنفسي لاني شايف حالي فيه او حابب اجربه، شو الخطوات الايجابيه المفروض انه نعملها وتكون نابعه عن قناعه، ما انه تعمليها وتندمي تعمليها وتندمي. شوفي حكيت من شوي كلمه بدي ارجع بس عيدها، انه انا شو بدي من هذا القرار، يعني هذا القرار لوين بده يوصلني. بدي يكون عندي هدف. وعي، لا قبل الهدف بدي يكون عندي وعي بذاتي، بمعنى انا بعرف بالضبط انا شو، يعني هي الخطوه ليش انا عم بقدم عليها وشو بدي من هذا القرار. لاني ماني مرتاح، طب انا بدي ارتاح، طب انا قادر، والتحفيز ليكي. لانه نحن لما بنطلع من دائره راحه لدائره الذعر نحن بحاجه لتحفيز دائم، فلازم يكون عندنا تحفيز من داخلنا، تحفيز ذاتي ومن البيئه اللي حوالينا. يعني البيئه اللي حوالينا كثير بتسمعي اشخاص طب اذا شخص قرر انه يغير عاده بتلاقي يحبط وممكن يرجع عن العاده بسبب كلام الناس، تمام، بسبب انتقاداته وبسبب. فنحن مثل ما حكينا الجراه، الوعي الذاتي، انا لوين رايح. شغله ثانيه الفصل عن يعني والسلبية، ما في حدا بيشجع، يعني دائما بتلاقي انه شو بدك، ليش رح تتمول، ليش تجيب لحالك وجع راس، ليش سلبي، هذا اللي عم نحكي عنه. فانا ليش عم بقول عم لك تحفيز ذاتي، هو بيضل بيذكر حاله، بيكتبهم، بيحطهم قدامه، بيذكر حاله فيهم، بيخلي بيروح باتجاه المحيط اللي بيساعده على اتخاذ هذا القرار. يعني بينتقي فئه معينه، بيحكي له هذا الشيء لانه نحن للاسف. طب انا بعرف انه هذا الشخص انا اذا رحت لعنده حكيت له هذا القرار انا بعرف لاني انا بعرفه هو شو رده. فشوفي الاشخاص اللي بدها ترجع لدائره الراحه شو بتعمل؟ بتروح للشخص يلي ما رح يشجعها. انتبهتي علي كيف الانسان بلا وعيه وبيتصرف لحتى يرجع لدائره راحه؟ بروح انا لعندك بقول لك انه لاني انا بعرف انك ما رح تشجعيني، فبروح لعندك بقول لك ليش، بقول لك اول خطوه هي الوعي. انا لوين رايحه؟
وشو اللي بدي اياه. فبروح لعندك بتقولي لي لا شو بدك فيه، لانه انا بعرف ضمنيا انه انت رح تقولي لي لا مشان تشجعيني على اللا اللي جواتي. بروح لعندك انا بعرف انه انت حتقولي لي ايه. اي بس المشكله اللي عملك الناس هي اللي السلبيه واللي مش قادره تعمله ما بتخليك تعمله، يعني دائما بتحكي صورتك تجاهك يعني بتحسسك مثلا انه صعبه وليش رح تتعملي هيك، وهي السلبية عم نحكي عن الشخص متخذ القرار. بس حتى المحيط ما بيلعب دور، هو لمين عم يروح، لمين عم يروح يحكي ويفضفض او ياخذ راي او ياخذ مشوره. نحن عم نحكي للمتخذ القرار، هو بيعرف. فانا بروح باتجاه الاشخاص اللي بيشجعوني. يعني انا واحده من الناس بتمر، وكلياتنا بدون اي استثناءات بتمر علينا لحظات داون، احباط، ما لنا مراء، ما لنا مزاج. ففي اشخاص معينين انا بسمعهم على اليوتيوب او بسمع منهم كذا، او مع انه تكرر كذا مره خلص متى ما سمعته بسترجع الشيء اللي داخلي وبرجع باخذ هي الخطوه. شغله ثانيه كمان كثير مهمه، نحن مدفوعين للاسف باتخاذ قراراتنا احيانا بدافع سلبي، يعني مو دافع ايجابي. بمعنى انا بدي اترك شغل فبضل بضل بضل احيانا سنتين ثلاثه، انا من سنتين ثلاثه بفكر عم فكر بدي مو عاجبني والى اخره. تجيني لحظه للاسف خليني اسميها انه لحظه حدا اخذ قرار مجحف بحقي، او اصدقائي خانوني، او 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 تلاقيني اخذت هالقرار ومشيت. فليش انا لانطر دافع سلبي؟ بمعنى انه انا في شيء سلبي صار معي، قام انا رحت اخذت قرار وغيرت، اخذت هاي الخطوه الجديده. ليش ما بيكون انا بحب المكان ولكن ما عاد عطاني، ما حد قدم لي، بدي خطوه جديده، انا بدي خطوه جديده، بدي جدد. فهون كمان في فرق. ممكن يروح نحن فكرنا شوي، دائما الواقع عم يسحبنا. طب نحن اليوم بظروف الشخص مو قادر على الاختيار، كل شخص قادر على الاختيار ضمن أسوأ بيئه وضمن أسوأ ظروفه وقادر على الاختيار. لو هذا انا قلت لك من شوي، لو ظرفه سيء ومو عاجبه يحاول يتاقلم ويبحث، يعني بنفس الوقت يبحث. اما انا ماني متاقلم ومو عاجبني وعم بعترض وعم بحكي وعم بشتكي، بفكر الشخص انه انا عم فضفض. لا، هون السوء اللي عم بيضيفه لحياته انه انا كتر الشكوى او اي بث طاقه تجاه امر انا ما بدي اياه بزيده. اكيد فانا ما بدي ارد اعترض عليه وجدده اكثر بحياتي او وسعه. نعم مريم، يعني اكيد مقوله بيتسكر باب بينفتح وراه 10 ابواب يمكن هي صحيحه، لكن لازم تكون مقرونه بالجهد طبعاً. ويعني البحث المستمر لتطوير اي شيء نحن بنمر فيه. انا بدي اتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى من كل حدا يكون عنده هي الجراه والقناعه اهم شيء حتى أكيد. يقدر يغير حياته. شكرا حبيبتي. شكرا لك. نتشكرك اكيد مريم عيسى، اخصائيه تنميه ومهارات الحياه، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير حبيبتي.